صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما بقانون رقم 43 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير مادة جديدة برقم 2 مكررا نصها الآتي: يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه عند قسمة الأراضي والعقارات، سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء. يتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، وإلا كانت الدعوة غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.